موافقة الحركة تمت على ورقة الوسطاء وليس على ورقة الاحتلال. ورقة الوسطاء تضمنت تعديلات جوهرية على بعض البنود التي كانت الحركة قد توقفت عندها. ورقة الوسطاء تضمنت التزام الاحتلال بإنهاء العدوان وانسحاب كامل في نهاية الاتفاق، وأيضا شروط مقبولة بالنسبة لنا بما يتعلق بصفقة التبادل. أبلغنا بذلك الوسطاء ولنرى رد الاحتلال. إلى حين ذلك لا نعتبر أن هناك اتفاقا حتى يعلن الاحتلال قبوله بالورقة والتزامه بشروط الحركة التي وردت في الورقة التي قدمها الوسطاء.